الخريط هذا، وخلي نلتفت لاستشهاد السيد سعد كمبش، واللي حتما القنوات الفضائية راح تغطي وفاته وتعلن الحداد أسبوع كامل بهذا المصاب الجلل، وتظل الدق شهرين على الراح. يا معود، الرجال ليه هسه قبره ما نشف وانت مطلع رديح الساج دعبيد؟ هسه اخو احنا ندري بيك انسان صاحب مزاج وراعي كيف ودينك ومذهبك الكونيه والغجر وال من كنت تشتغل ويا عدي الهندي، بس الكل وقت له اذهان والكل مقام مقال. ولا تنسى الشهيد الله يرحمه سعد كمبش، رمز من رموز المكون، مو واحد مهتلف وهيك تتعامل ويا خبر وفاته. يعني هيك لو بتشذب قال راح احضر جنازته واواسي اهله وجمهوره واصلي على جثمانه مثل ما طلع خميس الخنجر وقال راح اصلي بجرف الصخر. صلاه السيد الخنجر بجرف الصخر، صلاه سوف نصلي بالقدس ونصلي، كلها كلام مو ضمان صلاته. كذبه كذب 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 كذب. هو من ضمنه، هو الخنجر سووه للغدر، ما سووه لمقابله الزلم، كان سموه سيف لو صحيحه، سوى للغدر سووه. لك 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 لك، هذا طلع الخنجر من كلب. شيخ الاسماء شو لها علاقه بتاريخ الرجل النضاله؟ بعدين هو شيخ الخنجر يا يوم انطى وعد واخلف ذي، تنكر انه شيخ الخنجر وعد النازحين يرجعهم لمناطقهم واتحداك هسه تلقي لي مخيم واحد. انا ما انكرش. تنكر انه الخنجر قال ثوار العشار على مشارف بغداد ولو ما الخيرين يطيحون عليه ويترجوه يسامح العراقيين كان ما وقف الا بشط العرب. انا ما انكرش. تنكر انه الخنجر قال المغيبين نطلعهم نطلعهم، وبالفعل ما ظل مغيب الا بايده وداه لاهله. انا ما انكرش. هو بالتالي زحمه تقول عليه كذاب و56.